هنيئا لكم. المستثمرين والخواص الذين وعدوا به المساعدة، وأعتقد أن مساعدة أبنائنا ليس الفرغ منها هو فرق قدم في حد ذاته، وإنما من وراء ذلك مشجعين وشريحة واسعة من شباب الولاية. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى الخير، ونتمنى للفريقين المزيد من التطور والتقدم إن شاء الله. وهذا يعني الإعانة المالية عبارة عن تحفيز يعني رمزي للفريقين، لكن له أعتقد أهميته الخاصة. بارك الله فيك. القميص الرسمي للنادي. مليار ونص. إذن لك أيضا تحفيز معنوي ومادي للفريق، إذن هنيئا للفريقين. وإن شاء الله كما ذكر السيد ولي الولاية في إعانات أخرى ومرافقة مستمرة للأندية الرياضية وعلى المستوى المحلي على مستوى ولاية جلالة. وأخص بذكر المجمع الإسمنت الذي سيسلم أيضا شيكات لكل من فريق واتسلي وجمع جلالة بداية شهر جانفي بإذن الله تعالى، ولكن فيه عدد من المستثمرين والخواص الذين وعدوا به المساعدة، وأعتقد أن مساعدة أبنائنا ليس الفرق منها هو فرق قدم في حد ذاته، وإنما من وراء ذلك مشجعين وشريحة واسعة من شباب الولاية. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى الخير، ونتمنى للفريقين المزيد من التطور والتقدم إن شاء الله. وهذا يعني الإعانة المالية عبارة عن تحفيز يعني رمزي للفريقين، لكن له أعتقد أهميته الخاصة. بارك الله فيك. الفريق، ونتمنى أن تكون هذه الإعانة إضافة لفريق جمعية جلف، إضافة لهذا الفريق الذي كان يتخبط في أزمة مالية خانقة، وها هو اليوم يستفيد من مبلغ محتبر من صندوق الولاية. الشعب الوطني ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير مجمع الإسمنت كذلك على هذه الالتفاتة، الدعم المادي والدفع المعنوي لتقديم هذا الدعم اللي كان في المستوى، وإن شاء الله في المستقبل يكون دعم كذلك في هذا السياق. الإعانات المالية الأخرى هي إعانات يعني تدخل في سياق تشجيع الشباب، يعني نحن نقدم هذه الإعانات بالنظر إلى الظروف الصحية اللي مر بها الفريقين، يعني وكل الفرق على المستوى الوطني فيه ظروف يعني خاصة جدا اقتصادية وصحية أثرت سلبا على أداء هذه الفرق. نظن الدعم المالي هو دعم رمزي لشريحة واسعة من شبابنا اللي راهم يعني كأنصار وراء هذه الفرق، فنأمل أن نضع إن شاء الله هؤلاء الشباب في أرياحهم إن شاء الله.